هذا سيدي العود عنده هذا الشرج، هذا كيتكون واحد العدد ديال المسائل. هذا كنسميوه الصرع، هذا كنسميوه الصرع. هاهو ما كتبغي تنزل كتحيدو من راس العود باش ما يعطروش، هذا الصرع. وملي كيكون يلعب الفارس كيخرط به، كتسمى الخرطة، كيكون مكلا في يدو كيخرط به. هذا دابا كيتسمى الجام، كله من هذا وهذا، والفاس اللي فم العود كيتسماو الجام. ودائما ملي بغيو ننزلو على العود كنديرو هذا هنا، وكنديرو هذا بحال الفران، نوروه له هنا باش ما يمشي حتى البلاصه. ملي كيكون هذا دار له على هنا ما يقدرش يجبد لشي جهه. هذه من جهه، هذه كتسمى القلاده، هذه يعني واحد الزواقه في عنقو كتسمى القلاده. ها هي كتشوف فيها، كتربط على راسه من هنا وكيلبسها زينه. هذه اللي ما بينات عينيه كتسمى الشياشه. ها هي هذه اللي فيها هذا الزواق، هذا تحت الجام كتسمى الشياشه. هذا كيتسمى الدير. هانت الدير كيشد الشرج ما يخليش يمشي اللور، هذا الدير. كيفاش كيدخل؟ كندخلو بالعكس، ندخلو بالعكس ديال البزيم حتى يفوت التقابي، وكدير في التقبة هكا. ها هو ناس، هذا ما كيخليش الشرج يمشي اللور. هنا هذه كتسمى الدجاجة، هذه اللي كتستر من الفوق كتعيق تغطي كاع دوك العيوب كتسمى الدجاجة. هذا اللي كتشوف كحل كيتسمى العظم، هذا هو الكرسي ديال الفارس. هاد الربطة اللي فيه هذه كيتسمى الحزام ديال العود، هادو الركاكب، هاد الخيط هذا كيتسمى السبت، وهذه كتسمى الركابة، فيها كيحط الفارس رجليه. هذا اللي كتشوف كيتسمى السقط، والسقط كيغطي النعل الترشيح، والترشيح كيكونوا فيه 10 د البادي. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، ها تسعود، ها 10. هذا كيكونوا فيه 10 د البادي باش يحتاط العود ما يقيسوش داك العظم في ظهره. كاينين شباب وعجبوني شباب بزاف اللي لاحظت انا في بعض السرب، غايه المنتهى، ناس زوينين، دراري مزيانين، معلمين، قادر غير هما بدلوا واحد الحاله في اللباس ديال العود. حنا كان عندنا العظم جالس بلدي، دابا هما خداو واحد العظم عالي، دراري كيبغيو يبانوا بزاف. هاد التراد حنا مبليين بخير بزاف، وخايل في قلوبنا بزاف عزاز علينا، وهاد الشباب ان شاء الله قادرين يطوروا هاد الموهبه ويزيدوا بها لقدام ان شاء الله. هادشي ما يحبش، واخا الناس كبار عيا وحنا مازال حايقنا التراث في بلادنا ومازال نزيدوا بها لقدام ان شاء الله. هيدا